قضية في منتهى الأهمية في الحقيقة، والكلام على عهدة الأهرام المسيحي. أنا هقول لحضراتكم الأول إيه الموضوع، وبعد كده يعني هنوثق كلامنا ب اللي الأهرام المسيحي قالته. كلام والقضية اللي أثرتها صحيفة الأهرام المسيحي، إن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد وافق على تحويل 62 مستشفى مركزي. يعني إيه؟ يعني مستشفيات عامة. وافق على تحويلها إلى نظام العلاج بأجر، 62 مستشفى. طيب المستشفيات دي المفروض إنها كانت تعالج الناس ببلاش وتصرف أدوية ببلاش المفروض. نسيبنا بقى من التفاصيل السلبيات، حد هيقول لي انا كنت بيقولوا له انزل جيب الدواء، كنت بجيبه من الشارع، انا كنت بعمل مش عارف ايه، كنت بقى ايه والخدمات سيئه وحاجات زي كده. كان في الحاجات دي كلها. ايه بقى القصه او ايه القرار اللي يعني قرب ان هو يتخذ خلال الفتره اللي جايه على عهده الاهرام المسيحي؟ إن ال 62 مستشفى دول هيبقى نظامهم كالآتي: العيادات الخارجية سواء في الكشف أو صرف العلاج هتبقى مجانا. العيادات الخارجية هتبقى مجانا. أما الأسرة، الأسرة دي اللي هي السراير يعني في المستشفى، ف 25% منها بس هيكون لخدمة المرضى مجانا، والباقي هيبقى ايه يا جماعه؟ 75%. ال 75% دول هيبقى ايه نظامهم؟ هيبقوا علاج باجر. يعني المستشفى هتتقسم، او سراير المستشفى هتتقسم لاربع ارباع كده. عارفين الرغيف لما نقسمه اربع ارباع عشان ناكل كل ربع لوحده ونلحق نشبع قبل ما الرغيف يخلص عشان ما نستهلكش عيش كتير، عشان الرغيف دلوقتي بقى يعني في الحر كده بنص جنيه وبقى قد كده حاجات، ما علينا مش هدخلكم في التفصيلة دي. المهم المستشفى تتقسم ربع المستشفى، ربع سراير المستشفى اللي هو العلاج المجاني اللي الناس تدخل كده تتعالج والناس تكشف عليها ببلاش ويجيبوا لهم الدواء ببلاش وكده، عشان هم بني ادمين يعني مواطنين من حقهم يتعالجوا، خاصة اللي معاهمش يعني فلوس منهم. انما 75% منهم بقى دول اللي عايز يتعالج يدفع، اللي عايز يقعد على سرير يدفع ثمنه، اللي عايز دواء يجيله يدفع ثمن الدواء، اللي عايز دكتور يكشف عليه يدفع ثمن الدكتور او ثمن انا اسف كشف الدكتور. هي الجريده بتقول كده. الجريده بتقول حسب القرار تم، او حسب الجريده بتقول ان القرار تم تاجيله او تم تاجيل تنفيذه بامر الوزير لما بعد التعديل الوزاري اللي متوقع انه يكون على يوم الحد الجاي. قاري حضراتكم الجريده عشان احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا. اهو بالمستندات: قرار وزاري بتطبيق لائحه العلاج باجر في 62 مستشفى مركزي، 13 مستشفى بالقاهره و3 في اسكندريه و4 في الدقهليه و4 في الغربيه. ادي الموضوع: استثناء العيادات الخارجية من القرار، و25% فقط من الأسرة للحالات المجانية. شكرا لجريدة الأهرام المسائي وصورة السيد وزير الصحة منورة في الخبر. والجريدة بتقول ان القرار تم تأجيله لحد ما يشوفوا كده التعديلات الوزارية، الوزير اصلا قاعد ولا ماشي؟ ما في كلام انه ماشي، ما في كلام انه هو ضمن مجموعة وزراء ماشيين، وانتوا عارفين حضراتكم قبل اي تعديلات او تغييرات بيبقى كلام كتير، يعني ناس تقول لك الصحه ماشي وناس تقول لك مش عارف ايه ماشي. طيب عايز اقول لحضراتكم زي قالته والمستندات بالتفاصيل بتاكيدات، عايز اقول لحضراتكم ان مسؤولي وزاره الصحه قالوا ايه بقى. على سبيل المثال مثلا دكتور هشام عطا مساعد وزير الصحه قال: هذا مجرد اقتراح لم يتم اقراره حتى الان ولن أتحدث الآن، وقد يحدث شيء مخالف بعد ذلك. والمسابقة اللي هنعملها دلوقتي على الهواء، المسابقة اللي هنعملها دلوقتي على الهواء، اللي فاهم الكلام اللي أنا قلته دلوقتي ليه جايزة مني
10 جنيه بس عشان اقدر ادفعهم، عشان اعرف ان في كتير من الشعب المصري اذكياء فممكن يجاوب، فهم 10 جنيه. لن اتحدث الان وقد يحدث شيء مخالف بعد ذلك. هذا مجرد اقتراح لم يتم اقراره حتى الان. اه ماشي، ده اقتراح فهمته. ولن اتحدث الان وقد يحدث شيء مخالف لذلك، يعني ايه؟ ان الوزير يمشي فيتلغي، ولا يحدث، ولا يحصل تعديل في القرار، ولا يحصل تغيير، ولا القرار نفسه يعني يتلغي، ولا الاقتراح ده نفسه يعني اللي هو يعني. طب الاقتراح ده مقترح على مين؟ يعني مين اللي بيدرسه؟ مين اللي بيفكر فيه؟ جايزة 10 جنيه اللي هي يعني اختار من بين القوسين. لن اتحدث الان وقد يحدث شيء مخالف بعد ذلك. هل الشيء اللي يحدث مخالف ده ان الوزير يمشي فليجي بعديه يلغيه، ولا يجي تعليمات من جهات سياديه الكلام ده ما ينفعش يا جماعه، ولا ان الناس اللي بيقترح عليهم هذا الامر يرفضوه؟ طب هم مين الناس؟ اختاروا من بين القوسين. وانا عارف ان الظروف الاقتصاديه صعبه، وعارف ان 10 جنيه دي ممكن تعمل حاجات كتير جدا في الفتره دي. يجيبوا ايه؟ يجيبوا كيلو ايه ال 10 جنيه دلوقتي؟ يعني ال 10 جنيه تجيب كيلو ايه؟ ما في ايه خالص؟ لا يا جماعه لا ما تعملوش كده. كيلو يوسفي؟ طيب ماشي. طيب الدكتور هاني نصر امين عام المستشفيات التعليميه قال ايه بقى؟ قال انه لم يسمع حاجه عن الموضوع ده. دكتور هاني نصر قال انه لم يسمع حاجه عن الموضوع ده. ده دكتور هاني نصر امين عام المستشفيات التعليميه. دكتور هشام عطا مساعد وزير الصحه قال هذا مجرد اقتراح. الاقتراح بقى يعني مقترح على مين؟ امين عام المستشفيات التعليميه بيقول انا ما سمعتش حاجه عن الموضوع ده، انتوا مقترحينه على مين؟ دكتور هاني نصر ده المفروض ان هو يعني عضو لجنه الهيكله، ويعني يعني يعني مشارك في تطوير المنظومه المفروض يعني. دكتور خالد مجاهد متحدث باسم وزاره الصحه رد اقوى رد ليه، وهو الرد المعتاد ليه في الحقيقه، يعني دائما وابدا يعني بيفيدنا بهذا الرد الحاسم والقوي جدا على كل الموضوعات، عشان كده ويستحق احسن متحدث رسمي في كل المتحدثين في هذه الوزاره في الحقيقه. النهارده كان رده انه سمعنا صوت رنت موبايله 12 مره، او زملائي بيقولوا لي 20، انتوا عدينهم 20 20 ولا يكونوا 19؟ مش عايزين نظلم الراجل. 20 مره دكتور خالد مجاهد. زملائي كانوا بيطلبوه عشان يرد على موضوع مهم زي ده يبصر الناس. بس اذا كان دكتور هاني نصر امين عام المستشفيات التعليميه بيقول لك ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، ودكتور هشام عطا بيقول لك ده مجرد اقتراح ولن تحدث ولن اتحدث الان وقد يحدث شيء مخالف لهذا بعد ذلك فيما بين حيثما ريثما ولذلك، فالدكتور خالد مجاهد اللي هيبقى عارف